جميلها ينضم إلينا مراسلنا أبو بكر بشير. مرحبا بك أبو بكر، نعود إليك مرة أخرى لاستكمال النظر في هذه الجلسات ولتضعنا في تفاصيل الصورة لو سمحت. صحيح، كما ذكرت هذا هو اليوم الثاني من أصل أيام ستة خصها محكمة العدل الدولية في لاهاي للاستماع لإحاطات 52 دولة بينها فلسطين طبعا، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات دولية كلها تدعم الرواية الفلسطينية، وبقول أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 وتطالب بإنهاء الاحتلال فورا. الروايات اليوم يعني الإحاطات اليوم بدأتها جنوب أفريقيا ثم الجزائر ثم السعودية، ثم الآن نحن في فترة استراحة يعني ستنتهي خلال دقائق لم تكن انتهت بالفعل، ويعود وفد هولندا الدولة المستضيفة هنا للمحكمة للحديث. الحديث كله جاء يعني متطابقا مع الرواية الفلسطينية ومعززا لها على ألسنة جميع المتحدثين حتى الآن، بقول أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي هناك عبر ضم الأراضي بالقوة هذه واحدة، وعبر الاستيطان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وعبر قتل إمكانية قيام دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالذات عبر الاستيطان ثم عبر جدار الفصل العنصري. والجميع تحدث عن أن النظام الإسرائيلي في قطاع في الأراضي الفلسطينية بشكل عام هو نظام استيطاني استعماري اضطهاد عنصري، بمعنى أن المفردات كانت قوية جدا. اللافت كان حديث الجميع عن القدس الشرقية والتأكيد على أنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وفي هذا تحدي مباشر لأولا الرواية الإسرائيلية التي تخرج أو تحاول إخراج القدس الشرقية خارج المعادلة وتقول أنها باتت جزءا من دولة إسرائيل وجزءا من عاصمة دولة إسرائيل، لكن بالإضافة أيضا إلى تحدي طبعا الدعم الأمريكي الذي يعني اعتمد عام 2018 القدس كاملة عاصمة لإسرائيل. تأتي هذه الدول الآن إلى محكمة العدل الدولية التي هي جزء من هيئة الأمم المتحدة لتقول أن القدس الشرقية كبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي تحت الاحتلال ويجب إنهاء هذا الاحتلال. إذن هناك بعض الملفات المهمة والمهم إبرازها هذه واحدة. الثانية هي أن المتحدثين حتى الآن ويتوقع أن يستمر هذا الحال خلال الأيام الماضية يعودون جميعا ويكررون تقريبا نفس المفردات ونفس العناوين، ولكن هنا وهذا له أهمية استراتيجية وهي أن تقال الرواية الفلسطينية على ألسنة مختلفة، وهذا يعززها طبعا ألسنة عربية وغير عربية. طيب أبو بكر اسمح لي بالمقاطعة، يعني حين تحدثت عن النقطة المتعلقة بالقدس الشرقية، المقررات الدولية جميعها منذ العام 67 تتحدث عن واقعية الاحتلال الإسرائيلي لما بعد 67 لحدود الرابع من يونيو 67 ومنها القدس الشرقية، فما الجديد الذي يقدم هنا؟ وكل مقررات الشرعية الدولية تقر بأنه إسرائيل محتلة لهذه الأراضي منذ العام 67. الجديد أن إسرائيل على مدى عقود استثمرت كثيرا من الأموال والأدمغة والعقول والدعاية من أجل يعني محو صورة الاحتلال، وقد لمسنا ذلك في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بأن لا يعني ليس كثير من يتحدث عن أن إسرائيل تحتل القدس الشرقية على وجه الخصوص. مثلا إسرائيل يعني ادعت أنها جزء من دولة إسرائيل بمعنى أنها خارج إطار الاحتلال، أمريكا أيدتها واعترفت بها، تبعت أمريكا عدة دول أخرى. إسرائيل أيضا عادت للحديث عن أن الاستيطان ليس نمطا مؤقتا بصفته جزء من الاحتلال، بل هو استيطان دائم وهذا ضد القوانين الدولية. الجديد هو أن هذه الصورة التي حاولت إسرائيل محوها تعود الآن أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة على ألسنة مختلفة لتأكيدها والتأكيد عليها، وبالتالي التشديد على ضرورة هذا إنهاء هذا الاحتلال وتسميته باسمه الحقيقي وهو الاحتلال وليس أي شيء آخر. أبو بكر، سؤال أخير وفي عجالة لو سمحت، ما الذي سيحدث بعد انتهاء هذه الأيام الستة؟ هل سيكون هناك مثلا وقت مخصص للتداول في المحكمة قبل أن تصدر رأيها؟
هذا ما قاله الخبراء. نعم سوف يكون هناك وقت ربما تستغرق عدة أر حتى تصدر المحكمة قرارها الذي في كل أحواله سوف يكون قرارا استشاريا، لأن هذا ما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022، ولكن لا يتوقع إصدار قرار سريع بمجرد انتهاء الأيام الستة بل بعد عدة أشهر من الآن. شكرا جزيلا لك أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من لاهاي.